الراجل اللي صورنا بعت لي رقم وانا اتصلت بيه وقال لي انه عايز يقابلني. باباك يا اخوكي يعرف السر اللي بيننا؟ ده زي مشوار امبارح كده. قول لاختك تخرس عشان انا اخرس. الصور والفيديوهات اللي عندي هتطلع على النيابه. خبر ايه السر؟ اسمع حاجه بقى اللي شفته. الراجل اللي ما سمعش كلام مراته يحصل فيه ايه؟ يتذبح ويتقطع على 7 أكياس. يوترن في رمضان على قناة مصر الأولى.